كل الكرام والسيدات والسادة مساء الخير اسمي سامي يونغ يانغ ارونغ هاو المدير الجديد لمركز الثقافة الصين بقاهرة ومستشار الثقافي الجديد بالسفارة السفارة يعني أنا يعني حد مرة يعني وصلت إلى مصر لسه يعني لم يزيد بشهرين ولكن يسرني جدا جدا يعني ان قابلت قبل شويه بعض الاصحاب القديم يعني مثلا مثل دكتور ناصر ومثل يعني الدكتور احمد سلام لهذا السبب يسعدني جدا جدا بمشاركه معكم للمره الاولى في الندوه صالون ثقافه الصينيه الصين في عيون المصريين عبر الانترنت 2022 وأنا مستعد أيضا لتبادل أطراف الحديث معكم بخصوص يعني تعريف صورة الصين الحقيقية وأبحث سبل تعميق التبادل والتعاون الثقافي بين الدولتين الصين المصرية الشقيقين أه نلتقي أه هناك اليوم لنرتقي أيضا ونتعلم بعضنا من بعض وأتمنى للجميع أن يتمتعون بالندوة اليوم ويستفيد منها كما هي في السابق طبعا يشرفنا جدا جدا اليوم لندعو الأستاذ الدكتور ناصر عبد المستشار السياحي السابق لسفارة المصري أعتقد يا دكتور ناصر أعتقد حضرتكم الأول مستشار سياحي مصري في الصين أم لا؟ أول اعتقد نعم آه ليتحدث معنا يعني عن الابعاد الثقافيه والتربويه للعيد الربيع الصين واولمبياد بكين الشتويه 2022 وطبعا يعني قبل كل شيء يعني يسمحوا لي ندعو الاستاذ الدكتور ساوي ساوي احمد آه مؤسس الندوه لإلقاء الملاحظات تفضلوا يا استاذ دكتور ساوي تفضل شكرا معالي المستشار على هذه المقدمه الجميله وعلى هذه الجهود وطبعا احنا موضوعنا النهارده الابعاد الثقافيه والتربويه لاعياد الربيع والاولمبياد الشتويه اللي هي عام 2022 يعني ايه الابعاد التربويه طبعا ده اللي احنا محتاجين نعرفه من الدكتور ناصر لانه عاش في الصين فتره طويله وعايش اعياد الربيع ومفيش يعني دائما اي مناسبه او اي حاجه سواء طبيعيه او مفتعله بيبقى لها مردود على المجتمع لما نعرف هذا المردود اعتقد ان احنا هنستفاد منه كثير جدا يعني احنا بنقول لك يعني ايه عيد ويعني احتفال وهنعمل لا اعتقد ان الصينيين دائما احتفالاتهم بيبقى لها مردود بعيد المدى بنسميه بعد ميتافيزيقي ابعاد ثقافيه تربويه انسانيه ترفيهيه كل هذا بيدخل فين في مضمون الاحتفالات وخاصه ان اكس طبعا عندهم زي عندنا بيحتفلوا بامور كثيره او بمناسبات كثيره لكن الملاحظ ان اعياد الربيع عندهم بتستمر الاجازه بياخدوا اجازه اسبوعين احنا عندنا زي عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى بناخد برضه ايه فتره طويله بس ما بناخدش اسبوعين اقصاها اسبوع آه هما بياخدوا اسبوعين ديت حاجه آه البيوت برضو عندهم او الاشخاص بيهتموا بها قبل آه آه القياده الرسميه آه بي... ايضا برضو كنا عاوزين نعرف برضو من الدكتور ناصر ان شاء الله آه المسمى بتاع هذا العيد هذا هذه المناسبه وهو بيقولهم انه عيد بعام النمر لماذا طبعا آه ما هي برضو أصول آه السنة الصينية السنة الصينية الجديدة لها أصول بيبقى دايما لها احتفالات كل ده طبعا وسر هوس الصينيين بالحظ والتنجيم هل برضو حكاية الحظ أنا أسمع زي ما احنا كده نقول يعني عن الحظ والتنجيم دي عند عند كل الشعوب احنا عندنا بنروح نصلي عشان إيه نعمل يعني هم بيعملوا ايه برضو في هذه المناسبه وده تعتبر اعتقد انها مش عارف اذا كان هذا صحيح ام خاطئ الدكتور ناصر اكثر مني ان دي تعتبر عقائد يعني مش انسانيه وعقائديه ايضا بصوره او باخرى. طبعا ده كل اللي هنسمعه من الاستاذ الدكتور ناصر وبيحكي لنا طبعا عشان هي لانه عايش هذه الاعياد او هذه المناسبات واعتقد ان هو خرج منها في حياته استفاد ما استفادوا من حياته في حياته من هذه المناسبات يقولون لنا عشان احنا كمان ايه نستفيد فليتفضل الاستاذ الدكتور ناصر يا وان شاء الله بعد ما ينتهي من كلمته سنفتح باب الحوار والاسئله والاستفسارات فاتمنى ان احنا يبقى استفساراتنا عشان نستفيد منها لان الهدف من الندوه مش مجرد ان احنا بنعمل لا احنا الهدف من الندوه ان احنا نستفيد من التجربة الصينية في حياتنا خاصة العادات والتقاليد والثقافة دي أهم أسس لأي علاقة يعني لو قلنا اقتصادية حربية سياسية مش بتبقى لا الثقافة الترب... الثقافة والعادات والتقاليد دي كلها مهمة جدا للعلاقات الإنسانية تفضل يا دكتور ناصر فضل. شكرا معالي الدكتور الصاوي احمد على التقديم للندوه والشكر موصول لمعاليك على فكره الصالون الثقافي لحضرتك وللسيد شي شي ماني المستشار الثقافي السابق صخر شي المستشار الثقافي السابق في القاهرة الصيني في القاهرة على فكرة الصالون اللي بيلقي الضوء على الثقافة الصينية وعلى جوانب المجتمع الصيني في شتى المجالات وبيعرفنا احنا هنا هو على الجانب الاخر من أو على مسافة بعيدة من الصين في المنطقة العربية أو بالتحديد في مصر وأبناء مصر يتعرفوا على الثقافة الصينية من خلال هذا الصين إن شاء الله اسمح لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة للسيد سامي عمر خاو الأستاذ الدكتور بجامعة بكين للدراسات الدولية والمستشار الثقافي الجديد لجمهورية الصين الشعبية بالقاهرة السفارة الصينية بالقاهرة ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ونتمنى لسيادته كل النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة ونحن على ثقة أنه سوف يواصل العمل الجاد بعد السابقين عليه السيدة دون يون ديما والسيد صخ شواني وإن شاء الله يكون جسرا للتواصل الثقافي بين الشعبين الصيني والمصري ومن خلال المركز الثقافي استطيع العديد والعديد من أبناء الشعب المصري التعرف على كنوز الثقافة الصينية أه وأرحب بكل السادة الحضور وزملائي وأصدقائي وإخوتي وأشكرهم على التواجد وأتمنى من الله أن يوفقنا في أه هذا الصالون الطيب المبارك حقيقة أه هذا الصالون أه الأول للعام الجديد 22 على ما أعتقد يا دكتور صاوي وتصحح لحضرتك وبالتالي أه بيكون له مناسبة يعني كل شهر من شهور السنة بيبقى فيه صالون. الصالون بيتحدث عن المناسبة اللي في هذا الشهر. اللي يعني صادفت هذا الشهر والمناسبتين الحقيقة اللي اللي صادفها هذا الشهر كان عيد الربيع الصيني وكانت أولمبياد بكين الشتوية. ولكن عنوان هذا الصالون الحقيقة يعني الفترة اللي جاية يعني هنشوف حاجات مختلفه الصوت واضح الصوت واضح لا صوت حضرتك واضح جدا يا دكتور بس الزملاء اللي فاتح المايك بتاعه يقفله لان بيبقى فيه صوت جنبه بنسمعه هنا ارجو من الزملاء اللي هم فاتحين المايك يقفل المايك عنده انا شخصيا بقفل المايك اهو بعد ما بخلص كلام بقفل المايك كله يقفل طبعاً. المايك انا شايف كله معظمهم يعني قافلين المايك اتفضل تمام تمام في الحقيقه صادفت هذا الشهر فبراير مناسبتان الاولى هي عيد الربيع الصيني والثانيه كانت اولمبياد بكين وكلاهما يعني له اهميه كبيره بالنسبه لنا حقيقه يعني معرفه الشعب المصري ومعرفتنا احنا حتى لو على نطاق ضيق كل من يتعرف بعمق على الثقافة الصينية ويفهم الفكر الصيني والعقلية الصينية والشخصية الصينية هذا الحقيقة يساعد كثيرا على معرفة الآخر وضبط معالم الحوار مع الآخر وتحقيق الاحترام المتبادل بيننا وبين الآخر وفي نفس الوقت يعطي المساحة للتعاون المثمر والبناء لخدمة الشعبين. الصديقين أه العنوان الصالون أه الأبعاد الثقافية والتربوية لعيد الربيع الصيني وهذا عنوان الحقيقة مهم جدا أه الأبعاد الثقافية أه لعيد الربيع الصيني عيد الربيع الصيني واحد من الأعياد التقليدية أه وكما تعلمون أن الأعياد التقليدية في العادة تكون مرتبطة بتقاليد دينية أو مذاهب دينيه او مذاهب فلسفيه او مذاهب فكريه تعتنقها هذه الامه ويتربى على عليها ابنائها جيلا بعد جيل على مدار سنوات طويله وتاريخ تليد وبالتالي تصبح عيدا تقليديا وله طقوسه طقوسه له طقوسه ومراسمه التي تظهر في عاداته وتقاليده والحقيقة العيد الربيع الصيني مثل مثل الأعياد التقليدية في بلادنا يعني إحنا في بلادنا عندنا أعياد تقليدية عندنا أعياد دينية مرتبطة بالدين لأن العقيدة جزء لا يتجزأ من الثقافة وأنتم كلكم تعلمون أن الثقافة هي كل هذا كل ما نتحدث عنه من فنون وآداب ومعارف وعادات وتقاليد وإنجاز للحضارة إنجاز الشعب للحضارة على مدار السنين كل هذا بيصب بيصب في ثقافة هذا الشعب الأعياد التقليدية في بلادنا طبعا تعلمون العيد العيد الإسلامية والأعياد المسيحية العيد الكبير العيد الأضحى والعيد الفطر المبارك بشهر رمضان وعيد القيامة المجيد و غيره وعيد الميلاد المجيد وكلها أعياد ترتبط بالدين والدين والعقيدة جزء لا يتجزأ من الثقافة كذلك عند الصينيين العمق التاريخي والامتداد التاريخي للثقافة الصينية في عاداتها وتقاليدها في الأعياد مرتبط ارتباط وثيق بعلوم وليست خرافات إنها علوم مؤسس لها قدماء قد كد... اسس لها قدماء الصينيين آ... القدماء الصينيون الحقيقه منذ زمن بعيد يصل الى 4000 سنه وعيد الربيع آ... واحد من الاربع اعياد التقليديه الكبرى المعروفه في الصين وياتي على راسها لانه اكبر عيد تقليدي الى جانب عيد تشين تي وهو عيد زياره الاموات وأعتقد العادة دي موجودة في كل دول العالم الحقيقة وعيد الواموتية ويسمى أيضا عيد مراكب التنين وجون شوتيه عيد منتصف الخريف والحقيقة كل عيد من هذه الأعياد مرتبط بخلفية تاريخية معروفة في ذهن كل صيني من الصينيين لو تحدثت عن عيد الربيع هنرجع لمجتمع آآ زراعي آآ إلى أمة تعيش على ضفاف الأنهار ولما نتحدث عن الأنهار لازم نبقى عارفين أن الصين فيها حضارة الصينية التي نشأت وتنتمي إلى نهرين عظيمين إن لم يكن هي معروفة باسم نهر أحدهما هو النهر الأصفر يعني النهر الأصفر هو الأكثر آه شيوعا في الادبيات الثقافيه على مستوى العالم ان هو النهر الام للصينيين ولكن الصين كما تعلمون دوله مترميه الاطراف آه متنوعه التضاريس متنوعه الطقس وبالتالي ادى الى تنوع ثقافي والى تنوع في العادات والتقاليد تنوع في انماط الحياه بين اهل الصين في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها فمن جبالها المرتفعة وهضابها المرتفعة تنبع الأنهار مثل النهر الأصفر وهضبة التبت وكذلك النهر اليانج تسي ونهر اللؤلؤ والأنهار لو نظرنا إلى مرور الأنهار في الصين هنلاقيهم دايما يأتوا من الغرب إلى الشرق ويصبوا في بحر الصين الشرقي أو في المحيط الهادي وبالتالي عندنا نهر الأصفر ونهر اليانج تسي ونهر اللؤلؤ في إقليم في منطقة جوانشي و وجنوب أقصى جنوب الصين النهر اليانج تسي بيبقى في وسط الصين تقريبا وشرق الصين وهو ثالث أطول نهر في العالم نهر الاصفر بينبع من هضبه التبت مرورا بعدد حوالي خمس مقاطعات في شمال الصين ويبقى في بحر الصين الشرقي في شاندونغ. هذه ال 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 الانهار وهذا المجتمع الزراعي يتطلبه معرفه انواع الطقس والمواسم الزراعيه، والمواسم الزراعيه مهمه جدا متى كما نقول في اللغة العربية العروة جت ولا ما جاتش وقت العروة في الزراعة يعني إمتى نبذل البذور وإمتى نحصد الحصاد كل ده مرتبط بعوامل الطقس والمناخ وبالتالي كان لازم لهؤلاء القوم في الماضي الصحيح أن يتعرفوا على علامات الفلك والشمس والقمر والنجوم والكواكب ومدارات والمجرات السماوية وبالتالي يستطيع من خلالها تحديد الفصول والشهور والأيام عشان كده كان يسموه في شمال الصين عيد الربيع الذي يبدأ في الساعة الأولى أو في الثانية الأولى من اليوم الأول للشهر الأول للسنة القمرية وعندما نقول السنه القمريه يعني التقويم زراعي كما عندنا في ثقافتنا العربيه لدينا تقويم اسلامي هجري نعلم من خلاله ايضا مراحل دوران القمر وعلاقه القمر بالارض وعلاقه القمر بالشمس وبالتالي نعلم متى يبدا الشهر العربي وهذا مرتبط بالعبادات بالدين الإسلامي ومرتبط أيضاً بالزراعة في بلادنا وهذا التقويم القمري في الحضارة الصينية أو في الثقافة الصينية عيد الربيع في شمال الصين يسمى تشونتية وهو أيضاً في جنوب الصين يبدأ ببداية تشونليك اللي هو بداية اللي الاعلام عن بداية شهر الربيع فانتوا عارفين ان الشتاء القارس البروده والثلوج الكثيفه في الصين في شمال الصين تحديدا ثم ياتي الربيع عندما ياتي الربيع يعني تاتي معه الحياه يعني الربيع يعني الحياه هذا عيد الربيع الحقيقه اسمه سبرينج فيستيفال في اللغه الانجليزيه ومشهور على مستوى العالم ولكن الاهم من كونه عيد الربيع هو عيد راس السنه الصينيه هنا لنا وقفه أن كل أمة من الأمم تجد لنفسها مكانة بين الأمم الأخرى وعلامة من العلامات التي تميزها عن الأمم الأخرى وأعتقد أننا أمام أمة عظيمة هي الأمة الصينية ليس بقوة الكلمة أو بقوة أو بأي نوع من أنواع القوة تريد ان تجد مكانتها بين الام ولكن بحقها كامه عظيمه لها تاريخ تليد وحضاره عريقه استطاعت ان تعرف الان بنفسها فنجد على سبيل المثال الاعياد الكريسماس مثلا هتلاقي مشهوره على مستوى العالم اعتقد ان بات اليوم ان اعياد راس السنه الصينيه باتت معروفة عند العدد كبير من سكان المعمورة على مستوى العالم أن هناك أعياد صينية لأن الأعياد الصينية الحقيقة تمثل الأمة الصينية والأمة الصينية كما تعلمون ليست هي تلك الأمة التي تعيش في الأرض الصيني البر الرئيسي في الصين المينلاند ولكن أيضا هي الأمة الصينية في كل المقاطعات الصينية بما فيها تايوان وهونغ كونغ وماكاو فضلا عن الصينيين المتواجدين واصبحوا يمثلون كتله سكانيه طبيعيه في بلاد مثل اندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وهذه الايادي امتدت مع امتداد الثقافه الصينيه ثقافه الرموز الصينيه وثقافه اللغه الصينيه وثقافه الكوايز اللي هي الأدوات تناول الطعام في الصين يسمى الكويتز العصيتين اللي حضراتكم تعرفوهم تعرفوه ده هم. الثقافه دي امتدت والبناء المعماري والعماره وفن العماره الصينيه امتدت في كوريا وفي اليابان وكل هذه المناطق الحياة تحتفل ايضا حتى يقال ان هناك احصائيه الحقيقه غير موثقه انه هناك عدد كبير من المناطق والدول على مستوى العالم تحتفل بعيد الربيع الصيني وهي حوالي 20 منطقه على مستوى العالم فضلا عن الصينيين المتواجدين في ربوع الارض في كل دول العالم بما فيها القاره الاوروبيه وفي الامريكتين على اساس ان هذه المناطق بها جاليات صينيه وبها شاينا تاون كما تعلمون والشاينا تاون الحقيقه مش معموله رفاهيه ولكن هي معموله لان هؤلاء القوم لهم ثقافه تميزهم عن غيرهم ولهم عادات ولهم تقاليد وبالتالي يحب ان يكون لهم ما يميزهم عن الآخرين في ثقافتهم حتى يكونوا رسل لثقافتهم ولشعبهم في بلاد العالم المختلفة وبالتالي نجد أن عدد المحتفلين برأس السنة الصينية يتعدى الـ 2 مليار نسمة على مستوى العالم وبالتالي أصبح هناك ثقافة غربية ثقافة عربية إسلامية ثقافة صينية هذا التنوع الثقافي العالمي الحقيقة باتت للصين مكانه على مستوى العالم، فحتى نقول في المطعم الغربي نقول المطعم الصيني. فالصين اصبحت حتى في اللغه الصينيه يقولوا تون فان يعني جون فان وشي يعني فان. جون سان وشي يعني سان يعني الشرق والغرب يعني الصين والغرب يعني نقول المطعم الصيني والمطعم الغربي وهكذا. اذا باتت للثقافه الصينيه قدم ثابته على مستوى العالم واصبحت معروفه. ولكن هناك بعض المعلومات التي يجب أن نؤكد عليها أن كثيرا من الأصدقاء المصريين لا يعرفون أو ربما بحكم أنهم بعيدين قليلا عن الثقافة الصينية ولكن أنا أعتقد أن هناك عدد كبير أيضا على الجانب الآخر الدارسين للغة الصينية والقريبين من الدارسين للغة الصينية والدارسين للفلسفة العالمية والدارسين للثقافات والاديان وعلوم الاديان والاديان المقارنه ومقارنه الاديان على مستوى العالم وفي مصر يعرفون جيدا ايه هي الثقافه الصينيه. فمثلا موضوع عيد الربيع الصيني هو مجموعه من الطقوس مجموعه من الصلوات من اجل استقبال السنه الجديده آه يعني هو عيد الربيع آه هو هو بداية الإعلان عن آه قدوم شهر آه فصل الربيع ولكن هي السنة الجديدة أول يوم في السنة الجديدة آه عندما يأتي عيد الربيع الناس كلها في كل أنحاء الصيف في الشمال والجنوب آه في تبريكات في آه تمنيات بعام آه مزدهر بعام رخاء بعام أمن بعام أمان بعام سلام آه بعام ثراء يعني كل الناس بتتمنى الخير في هذا العام والصلوات ويصلون تجد المعابد البوذيه والطاويه والكونفوشيوسيه في كل ربوع الصين قد اكتظت بالمصلين من اجل آه تمنيات من السماء لبركه هذا العيد وان يكون العام الجديد هو عام بركه وخير على كل الناس وبالتالي الامه الصينيه امه آه الحقيقه متفائله يعني هو الدكتور الصاوي في البدايه قال عن الحظ والطالع والكلام ده ودي حقيقه لازم نقر بيها ان الامم كلها لديها هذا الهاجس في ماذا يحدث غدا ولكن كل حسب عقيدته واذا تكلمنا عن العقيده الحياه والاديان كثيرا من الناس قد قد يفهم بالخطا ان الصين ليس بها اديان وان لم تكن بها اديان سماويه هو فعلا فعلا فيها امتداد للاديان السماويه الثلاث فيها من المسلمين في الديانة الإسلامية وفيها الديانة المسيحية وفيها الديانة اليهودية دي الديانات السماوية الثلاث ولكن هي فيها ديانات وضعية وفيها مذاهب دينية وضعية زي حاجات أصيلة خاصة بالصين زي الطاوية وزي الكونفوشيوسية وهناك كتب وكان لي حظ ترجمة كتاب عن الأديان في الصين وكانت الكونفوشيوسيه هي ما يتم النداء بها الان بين الاوساط الثقافيه في العالم اعاده النظر مره ثانيه الى تعليم كونفوشيوس واعتباره واعتبار المدرسه الكونفوشيوسيه او المذهب الكونفوشيوس هو الدين الذي يعتنقه الصينيون والطاويه ايضا من الديانات الصينيه القديمه الوضعية الحقيقة وكذلك البوزية التي جاءت من الهند ويعتنقها عدد كبير جدا من الصينيين كل هذه المذاهب الحقيقة لها فلسفتها ولها مذاهبها ولها تعاليمها التي تأثر بها الصينيون الحقيقة على مر الزمان لألاف السنين وبالتالي أصبحت تمثل الصلوات التي يصلي بها الصينيون في المعابد المختلفة طمعاً من أن تفيض عليهم السماء ببركاتها وبنفحاتها وأن يأتي هذا العام الجديد عام خير وبركة ورزق وفير وثراء ورخاء للجميع ده بالنسبة للعيد الربيع الصيني والحقيقة في ناس بتسأل هو عيد الربيع الصيني بيسموه عام في عيد الربيع سنة أو في السنة الصينية الجديدة بيسمي عام النمر مثلا هذا العام إيه الموضوع ده هو في في هذا الحقيقه مرتبط بعلوم الفلك، والصينيون زمان لو 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 لو, لو انتم متابعين الحقيقه للجي آه الجي بي اس اللي احنا بن بنستخدمه على الموبايل وفي السياره آه الصين اطلقت جي بي اس خاص بيها عالمي آه بيسموه بايدو، ما اعرفش انتم سمعتوا عنه ولا لا؟ في حد سمعني؟ ايوه ايوه بايدو اسمه بايدو اه بيضو اه بيضو هذا بيضو حتى, حتى انا بقرب الـ 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 الاسم للغه العربيه فبنسموه بيضو اه هو بيضو فعلا وأنا بس بسال أخوان المصريين حد سمع عنه؟ <applause> انا بالنسبه لي اكيد سمعت عنه طبعا اكيد يا دكتور احمد بيه حضرتك ما شاء الله يعني هذا هذا الجي بي اس الصيني آه لمجموعه النجوم السبع الموجوده في آه في السماء وانتم تعلمون ان هناك علاقه بين خطوط الطول ودوائر العرض في الكره الارضيه والصين بتقع في شمال العالم فهذا هذه مجموعه النجوم الحقيقه اللي القدماء كانوا بيهتدوا اليها في الاتجاهات وبيهتدوا اليها ايضا في ظهور والخفوت وحركه دوران القمر وتقسيم هذه المواسم وهذه اللي ظهرت فيما بعد بالابراج الصينيه، الابراج الصينيه 12 برج وبيمثلها بيرمز اليها الحقيقه 12 حيوان. الحقيقه من الحاجات اللي انا نفسي يعني المصريين يبداوا يعرفوها ان ال 12 حيوان دول اللي معروفين مش مش اي حيوان يعني يعني كنت اذكر قريبا احد الاصدقاء في مصر يقول لي هذا عام الذئب، انا اقول له يعني ما تشككنيش في معلوماتي، ما فيش حاجه اسمها عامي الذئب، لان هذا ما فيش عامي الذئب، الذئب مش موجود من الحيوانات دي، هو متخيل ان اي حيوان ممكن يكون ايه ضمن الحيوانات اللي اللي بترمز الى الابراج الصينيه، وحكايه الابراج الصينيه هي عمليه حسابيه فلكيه دقيقه الحقيقه، وتحتاج منا الى وقت طويل، ولكن انا لخصت الامر في ان في ابراج صينيه ل زي الابراج الفلكيه اللي احنا معتادين عليها ولكنها ابراج صينيه ولها تواريخ يعني لما اقول انا هذا العام عام النمر هي بتبدا الاول بالفار الفار الفار ثم ياتي بعديه في الترتيب الثور ثم بعد الثور النمر ثم الارنب ثم التنين رقم خمسه ثم الافعى ثم الحصان رقم سبعه ورقم ثمانيه العنزه او الخروف ورقم تسعه القرد ورقم 10 الديك ورقم 11 الكلب ورقم 12 الخنزير. الحقيقه ال12 دول هم دول الحيوانات، ففين القط مثلا؟ يقول لك فين القط؟ ففي في طبعا اساطير وخرافات انما الحقيقه انا لا اميل الى الحديث عن ثقافه عظيمه بهذا القدر بنوع من الاساطير. التي قد لا يقتنع بها الإنسان ولكن بالعلم وبالفلك وبتحديد الأبراج هناك أبراج صينية ولو تواريخ الحقيقة يعني لو حد مننا عاوز يعرف هو العام ده اللي هو اتولد في عام النمر مثلا اذا كان عام النمر عام 2020 يبقى العام اللي فات كان عام الثور يبقى العام اللي أبيه كان عام الفقر يبقى العام القادم هيبقى الارنب وهكذا يعني ممكن تحسبها انت ممكن تحسبها حسابات لنفسك انت قالوا ان التنين انا هرجع للحظ طبعا بتاع الشرق ليه الاخ العزيز دكتور الصاوي ان الحظ والطالع وقراءه الكف من الحاجات المعروفه جدا عند الصينيين لا ننكر ابدا ان ننكرها وان كنا نحن في ثقافتنا العربيه والاسلاميه آه البعض يعني مازال يميل الى آه نسمع آه محللة الفلك ومحللة الأبراج أو المتخصص في التعريف ببرجك هذا العام قبل بداية العام الجديد ونعد ونهتم وننصت إليه إنما هو لا طيرة ولا تشاؤم كما تعلمون في ثقافتنا لا طيرة ولا تشاؤم ولكن هذا الأمر بيختلف من أمة الأخرى فالحقيقة هم قالوا أن التنين وعام التنين والذين ولدوا في سنة التنين والأبراج دي الدورة بتاعتهم 12 سنة يعني اللي اتولد السنة دي في عام النمر هيجي عام النمر تاني بعد 12 سنة يعني السنة دي 22 هيجي سنة 34 يبقى عام النمر تاني وهكذا كل عام بيمر كل اسم من الابراج دي له دورته 12 سنه عشان يتكرر مره ثانيه قالوا لنا ان اللي 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 لما بيجي العام بتاعك ده اللي هو من مواليد برج النمر ويجي السنه بتاعته ينتظر بقى ان ال12 سنه دول ايه لا يحصلوا لازم يحصل له إيه يعني شيء من الانقلاب في حياته قد يكون طبيعي جدا وقد يكون للأفضل وقد يكون عكس ذلك لا قدر الله دي من الحاجات اللي سمعناها طبعا أثناء وجودنا في الصين ولكن على سبيل المثال أيضا من الحاجات اللي ثبت بالعلم أن هي ليس لها أساس من الصحة ويمكن الاخ الاستاذ الفاضل المستشار الثقافي وهو يجيد العربيه يصحح لي اذا امكن او من يريد المداخله طبعا ده شيء يشرفنا ان ال ان عامل الخروف مثلا يقول لك ميلاد الطفل في ان الطفل قدر المستطاع بلاش بلاش المقبلين على الانجاب انهم يضعوا في خطتهم ان هم يخلفوا في الشهر في السنه دي ليه؟ ليه هتواجه صعوبات وهتواجه 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 طبعا رويدا رويدا عشان الانسان يعيش في سلام داخلي ويكون مطمئن وينج ويعني يعني يثمر وينتج في هدوء انه ما يرتبطش بمثل هذه الاقاويل وان كانت لها عادات وتقاليد منتشره الحقيقه ان برجك ايه يبقى انا كذا يبقى انت حظك عشان كده الامه الصينيه من عظمتها الحقيقه اللي احنا لاحظناها في الفتره الاخيره ان كل الناس من الرسائل اللي بتجي واصبحت الترجمه الاليه الحقيقه اللي شاركت فيها ايضا الصين بقوه ان ممكن انت تبعت رساله باللغه العربيه تهنئ بها صديقك الصيني وهو يرد عليك ايضا باللغه العربيه، انت تكتب باللغه العربيه وتروح له رساله باللغه الصينيه. وهو يكتب باللغه الصينيه وتاتيك الرساله باللغه العربيه فهذا وفرت علينا حاجات كتير جدا الترجمه الاليه وبالتالي اصبح متاح الان ان تتعرف على الثقافه الصينيه هتلاقي معظم الكلمات ورسائل التهاني بالعام الجديد كلها تشبه تماما التهاني بتاعتنا بالاعياد بتاعتنا في بلادنا وهي الميل والنزع الى البركه والى السعاده والى راحه البال والى اكتمال الاسره وإلى, والى 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 كلها اشياء جميله اشياء طيبه زي ما هي موجوده في الدين عندنا هي موجوده في الثقافه الصينيه ايضا. يعني. ده بالنسبه للابراج السماويه ال 12 والحيوانات واسمائها لازم نبقى عارفينها كويس عشان خاطر من ايه؟ ما نخلطش ونقول ده عام كذا وده عام كذا ضرب عشواء كده دون علم يعني. ده بالنسبه للثقافه الصينيه وكيف جاء عيد الربيع و بداياته كانت ايه وبالتالي نبقى احنا عرفنا اول جزئيه متعلقه بتاريخ هذا العيد او راس السنه الصينيه وفي بقى الشيء الجميل اللي هو ابعاد تربويه، الابعاد التربويه اللي عجباني جدا الكلمه دي ان الصلوات اللي بتتم في الصين في الاعياد منذ بدايه عيد الربيع قبل 4000 سنه ان الصلاه للاجداد الصلاه للاسلاف لان الثقافه الصينيه في الطاويه وفي الكونفوشيوسيه الحقيقه بتدعو الى احترام الكبير آه ايًا كان الكبير ولكن آه ان تصلي ان تعبد اه وصل لحد العباده نعم هناك عبادات بدات منذ آه ظهور العبادات في الصين من تاريخ القديم بقى كانوا كانت العباده زي زيهم زي اي امه في العالم آه قبل ان تهتدي الى صراط المستقيم بتتخيل تخيلات يعني قالوا ان هذا العام كلمه عام في اللغه الصينيه او سنه يعني نيان وهذا كان وحش مفترس وكان القرويين أو أهل الزراعة والحرف الزراعية يخافون منه فكانوا يستقبلونه بالنار اللي لونها الأحمر وكذلك باللون الأحمر لأنه كان يخاف من ذلك وهكذا ولكن الحقيقة أن اللون الأحمر هتلاقوه في الصين منتشر جداً في كل ربوع الصين في فتره عيد الربيع لان هو رمز السعاده والعالم الصيني هو عالم احمر هذا رمز السعاده الحقيقه ورمز الرخاء ورمز الازدهار واللون المحبب لدى الصينيين. دي كانت حاجه كده على جنب حبيت اوضحها لبعض الناس ولكن اللي انا عايز اقوله الجوانب التربويه احترام الكبير احترام الاجداد احترام التسمية لان كانت العباده كانت العباده للسماء، العباده للارض، العباده للبحار، العباده للانهار، العباده احيانا للارواح ولكن هناك عباده ايضا للاجداد، عباده عباده للاسلاف فكانوا الناس الى الان يذهبون عيد من الاعياد التقليديه الصينيه اللي هو عيد تشين مين وهذا ايضا لزياره هؤلاء. الاجداد السابقين لزيارتهم وده كله بيعرفنا الجزء التربوي في الاسره الصينيه على اساس ان مثلا واحنا في الصين وكلكم البعض من كتير منكم قاعد في الصين او سافر تلاقوا في اكبر اجازه في السنه هي اجازه الاعياد راس السنه الصينيه او بيسموها عيد الربيع اللي تلاقي الصينيين حركه السفر داخل الوطن بالملايين بل قد تصل الي مليار فالناس كانت يجيلها ذهول لما يقول لك ايه ان حركه السياحه والسفر تحققت هذا العام مليار مسافر على مستوى الصين داخل سياحه داخليه فالناس تقول لك مليار انت بتقول ايه رقم ضخم جدا ودي حقيقه لماذا لان كل واحد بينتمي الى اسره ما لابد استاذن ان... حضرتك يا دكتور ناصر هستاذن حضرتك معلش في مقاطع ال... الاخوه اللي فاتحين المايك عندهم يقفلوا لان عامل ازعاج والناس بتنبهني للحته دي يعني اللي عنده فاتح المايك يقفل عشان بس بيعمل دوشه عندنا شكرا دكتور ناصر اتفضل اتفضل فنسال الناس يقولوا كل الرقم ده اقول لهم الرقم ده وده حقيقه دي, دي, دي احصائيات وارده لنا من آه الحكومه الصينيه طب لماذا هذا؟ لماذا كل هذا الكم من المسافرين؟ لان من العادات آه الصينيه في عيد الربيع في راس السنه الصينيه ان يجتمع يلتم شم الاسره، الاسره لازم تجتمع مع بعضها ليلة راس السنه الصينيه وايا كان مكانك فانت بتعمل المستحيل وترتب جدولك الزمني واجندتك انك لازم تسافر الى بلدك الى مسقط راسك حيث وجود الاب والام والاسره الكبرى لك وتعيش معهم هذه اللحظه استقبال السنه الجديده عشان كده حركه السياحه والسفر داخل الصين في عيد الربيع بتبقى على اعلى المستويات وذلك لم شمل الاسره وهذا يعني بعد تربوي جميل جدا في الثقافه الصينيه ان الاسره هي وحده المجتمع وليس الفرد ووحده المجتمع وبر الوالدين الحقيقه من العلامات القويه جدا في الثقافه الصينيه وبعد تربوي بيظهر بقوه في اعياد الربيع الصيني وهذه جزئيه الحقيقه حبيت ان انا اركز عليها في حديثي معكم أن نعلم أو نعرف ما, ما هي الأمة الصينية أمة شبيهة أمة على قدر كبير من التشابه مع الأمة العربية الإسلامية حتى أننا دائما ما نقول كلنا شرق كلنا شرق كلنا نتفق مع بعض في ثقافة الأسرة في ثقافة الأسرة هي الوحدة الأولى للمجتمع هي اللبنة الأولى للمجتمع وليس الفرد كما يتخيل البعض وأن الإنسان الصيني دائما ما يجل بل يصل الى حد العباده حتى في الزواج نجد ان العروسين يوم الزفاف لابد ان يسجدا للابوين سجده الاب والام احتراما وتقديرا واجلاء لمكانتهم في الثقافه الصينيه وبالتالي ده عامل من العوامل المهمه جدا لازم نقف عندها بعد تربوي مهم جدا هو شمل الاسره واكتمال شمل الاسره في الايام المباركه وهي ايام استقبال اعياد راس السنه الصينيه او اليوم الاول من الشهر الاول للسنه القمريه في الصين، وعيد الربيع الحقيقه بيمتد من واحد اليوم الاول من الشهر الاول القمري الى اليوم 15. 15 يوم طبعا هناك الكثير ما نستطيع ان نحكيه عن استعدادات الصينيين للعيد قبل قدوم العيد اللي هي استعدادات تقليديه داخل الاسره وفي المنازل واعمال النظافه لانه الاصل في استقبال العيد هو طرد كل ما هو قديم والتخلص من كل ما هو قديم لا يفيد واستقبال كل ما هو جديد وده بينعكس كبعد تربوي على الامل والطموحات للامه الصينيه في خلقي والابداع والابتكار دي مهمه جدا ازاي تبقى امم ان الصين دائما ما تفاجئنا بانجاز يليه إنجاز يليه إنجاز لأنها تؤمن بأن استقبال الرأس السنة الجديدة يعني التخلص من القديم وخلق وإبداع لكل ما هو جديد وبالتالي عملية التغيير والتطوير مستمرة جدا في الثقافة الصينية دي بعدين الحقيقة كنت أن نتكلم عنهم كبعد تربوي بالنسبة لرأس السنة الصينية الموضوع الآخر اللي هو جزء من عنوان هذه الندوة أولمبياد بكين 22، كل شيء الحقيقة له معنى وله مغزى. أه لو تذكرون في عام 1908 كان طموحات الصين كانوا من الحلم، عشان كده الصين من الحاجات الجميلة عندهم اللي هو يقول لك حلم الأمة الصينية. الحلم ده بتحلم بإيه؟ لما لو ما لو ما لو ما إيه؟ يقول لك لو ما كنا نحلم نموت، لو مش كده ولا إيه؟ مش الأغنية عندنا بتقول كده؟ لو مش هنحلم مش هنعرف نعيش، مش هنعرف نحقق الحلم، الحلم هو اساس الحقيقه. مفيش حقيقه بتاتي قبل ما يكون سابقها حلم. فالامه الصينيه امه تحلم وتحقق الحلم، وتجتهد من اجل تحقيق الحلم. فسنه 1908 كان حلم الصين يعني ايه الأولمبيات هو احنا ممكن يبقى في يوم من الايام حد مننا يسافر يشارك في الاولمبياد العالميه دي؟ يسافر يشارك خلي بالك. طيب حد مننا ممكن يشارك ويحصل على ميداليه طب الحلم الثالث هو احنا امتى ممكن الصين تعمل تنظم الاولمبياد 2008 2008 100 سنه نظمت الصين الاولمبيات وابهرت العالم بل واستطاعت خلال كل الاولمبيات الماضيه في الفتره السابقه ان تحقق المراكز الاولى في حصد الميداليات الذهبيه على مستوى العالم، إذا أمة استطاعت ولكن في 2015 الصين من العادات الطيبة عندها ومن قوة الأمة الصينية هي قوية أمة قوية لأنها أمة عندها جلد عندها صبر حتى الشعب الصيني كانوا يسمى زمان بالشعب الكادح اللي هو يستطيع أن يعد ويفي بما وعد بجهده بجهده وبعرقه بجهده وبعرقه يستطيع ان يفي بما وعد رئيس كين في الترشيح لتنظيم اولمبيات الشتويه الأولمبية في 22 كان 2015 واللجنه العليا الاولمبيه العليا في الجلسه بتاعتها رقم 128 اعلنت ان تكون هذه الاولمبيات في بكين لماذا لان التجربه كانت واضحه جدا عند الصينيين في 2008 وبالتالي الصين تستطيع هنا الوقفه اللي انا عايز اقفها هنا الحقيقه ليها وقفتين دي الوقفه الاولى ان لما الامه بتكبر لما الامه بتعظم لما الامه بتتطور وبتثبت للعالم انها امه قادره بتبدا تتسابق لوضع قدمها في المحافل العالميه والمناسبات العالميه التي تستطيع من خلالها ان تبرز صورتها للعالم اجمع فكانت اكسبو كانت اولمبياد 2008 ثم الاكسبو شنهاي 2010 ثم ثم طبعا هي بدات باولمبياد اسيا ثم اولمبياد بكين العالميه ثم أولمبي ثم اكسبو شاهي وهكذا فكانت يبقى لا ان تفوز بتنظيم الاولمبياد الشتويه وحققت الحلم بتاعها وفازت وحققت الحلم مره ثانيه ووفت بما وعدت وانجزت الاولمبيات في وكان حسن الطالع ان تاتي افتتاح الاولمبيات مع بدايات اليوم الثالث او الرابع لاعياد الربيع الصينيه واعياد راس السنه الصينيه والحقيقه من المواقف الموقف الثاني اللي انا عايز اقوله ده كان الموقف الاول انه هي امه تستطيع وحققت الموقف الثاني اللي عاوز احب اعلق عليه كيف واجه العالم اولمبياد الشتويه او اولمبياد بكين الشتويه. الامه الصينيه بتتقدم نحو مستقبل للبشريه وبتدعو اليه الحقيقه هي 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 لا تفرض نظام معين ولا تبغي ان تفرض نظام عليه معين ولكن الحقيقه هي بتدعو دائما الى السلام حتى الشعار بتاع الاولمبيات الاولمبيات الشتويه الشعار بيقول معا من اجل مستقبل مشترك معا من اجل مستقبل مشترك وكلمه مشترك هتلاقوها في لغه الدعايه الصينيه الحقيقه وخصوصا الوثائقيه والحكوميه كلمه نستطيع ان يعني نجري عليها العديد من الابحاث في كل شيء هي الصين تحب ان تشارك العالم تشارك شعوب العالم بكل مستوياتهم في الدول المتقدمه والدول الناميه والدول الاقل حظا في النمو هي تشارك كل الامم وتشارك كل شعوب العالم في تجربتها وتاخذ بيد الجميع معها وتضع يدها بيد الجميع وتستفيد وتفيد ده اللي احنا لاحظناه هتلاقي كلمة مشترك دايما وتستخدم في اللغة الصينية وفي الخطاب السياسي الصيني بوضوح وفي الخطاب الثقافي أيضا واضح جدا في رؤية عرض رؤية الصين على الأمم وعلى الشعوب في العالم وبالتالي ده الموقف اللي أنا عايز أقف عنده وأقول إن لما دعت الصين الرئيسنا رئيس دولتنا للمشاركه لبى النداء لانه على علم ان هناك امه هنا في المنطقه العربيه وفي منطقه البحر المتوسط وفي القاره الافريقيه لها ثقل يميزها ويجعل لها مكانه مرموقه في نظر الامم الاخرى فكان لابد وان يشارك الامه الصينيه العظيمه في هذا الحفل العظيم وهو اولمبياد بكين، وبعض القادة من المنطقة العربية وغيرها وشاركوا في هذا الحفل، والبعض قاطع هذه الاولمبياد لأسباب يعني نحن لا نتطرق اليها لأنها تحتاج مننا إلى أحاديث طويلة وأمور سياسية ولكننا نتكلم في الثقافة ولكن القوى الناعمة الصينية في الرياضة والرياضة البدنية وفي البطولات الرياضيه استطاعت بها الصين ان تغزو قلوب العالم، ان تغزو قلوب العالم، في كل لمسه من لمسات التنظيم للاولمبياد الشتويه او البارالمبيا استطاعت الصين ان تكسب ود واحترام كل الشعوب. ده ناهيك عن بعض الحكومات التي اعترضت لاسباب ما لكنها لم تنجح في اعتراضها ومقاطعتها ونجحت الاولمبياد بكين بفضل عزيمه حديديه لا تلين من شعب عظيم قادر ويستطيع ان ينجز ما يحلم به وقد حققت الصين هذا الانجاز ويعني تمت الاولمبياد بنجاح وبشهاده العالم ونتمنى للصين في رؤيتها مع بلادنا ومع كل الشعوب المحبه للسلام في العالم ان تاخذ بيد العالم الى نظام عالمي يعني يسوده العدل قبل كل شيء لان ما نراه الان قد يعني لا يوحي بان هناك عداله او ان هناك احترام لنظام عالمي يبغي أن يكون هناك وئام وسلام بين الناس، وأن يكون هناك مشاركة في ثمار التنمية وتحقيق الرفاهية لكل الشعوب. أما النظام العالمي الذي نعيشه الآن الحقيقة، يعني هناك علامات استفهام كثيرة، يمكن إحنا أكثر المناطق في العالم الذين عانينا من هذا النظام، ويمكن تجربة المنطقة العربية وفي في في كل البلدان العربية وعلى رأسها العراق ثم ما يجري في باقي الدول العربية الأخرى وفي سوريا وكل ده كان نتاج للنظام عالمي لا يميل إلى العدالة وإلى المصداقية وإلى المساواة بين شعوب العالم وهناك نوع من الظلم غير المقبول من البعض للبعض ولكن نداء الصين ونداءنا جميعا لنظام عالمي يحترم الشعوب ويحترم الدول كبيرها وصغيرها هذا ما نصب إليه كل التقدير لما حققته الصين في أولمبياد بكين وعام سعيد إن شاء الله عن بركة وخير ورخاء للشعب الصيني في عام النمر الجديد وأتمنى للأصدقاء الصينيين وصديقي المستشار الثقافي الجديد التوفيق وأقول له كل عام وأنتم بخير وأشكر الأستاذ الدكتور الصوي أحمد على تنظيم هذا الصالون وأشكر كل السادة الحضور وأرجو أن أكون أوجست يعني آآ في آآ تقديمي لعنوان هذا الصالون متمنيا التوفيق للسنوات القادمة بإذن الله وشكرا جزيلا لحضراتكم شكرا دكتور ناصر على يعني انا بقول بايجاد لان انا عارف ان انت كان عندك حاجات كتير جدا احنا الوقت طبعا ما يسمحش بها لكن ان شاء الله في التعليقات او الاستفسارات ان شاء الله ممكن حضرتك تضيف لنا كتير جدا جدا وبدا يعني معلش برضو اكد طبعا مهنئ الشعب الصيني كله والسفاره الصينيه على نجاح أولمبيات بكين الشتوية ويعني خروجها بصورة مشرفة للصين وللعالم ولكل من شارك يعني طبعا دي تهنئة إضافة لحضرتك طبعا أنت فكرتني بها هنبدأ دلوقتي الحوار فاللي عنده سؤال يدينا يتفضل واعتقد يا دكتور ناصر هل تتفق معايا ان احنا نجمع الاسئله وترد مره واحده ولا هترد كل على كل واحد تحب كما تحب سيادتك كما تحب لا انت انا انت... بس اتمنى ان المشاركين يشاركوا بما يعلمون عن الثقافه الصينيه ان يكون هناك اضافات ومن لا يعلم كثيرا نحن في خدمته طبعا بقدر ما, آه. ما نمتلك على قدر استطاعتنا يعني ومعنا الاهل اهل الصين والثقافه الصينيه المستشار الثقافي سامي آه، يان جون خاو وكلنا في خدمه آه الساده الحضور يعني اهلا وسهلا بك لما طبعا احنا انا دي فعلا اللي انا عاوزه من الزملاء اللي هيعلقهم اللي عنده اضافه يضيفها ده ده دي مهمه جدا واللي عنده استفسار او مفهوم خطا او مفهوم غير حقيقي برضه يعرضه لكي ايه يعني احنا معانا دلوقتي المستشار الثقافي الصيني وبيتكلم عربي وهيفهمنا وهيرد علينا لو احنا ما من ما نقدرش نرد يعني هو برضه اه استاذ اه اه يانغ يعني يا ريت برضه تسجل بعض الاسئله اللي انت تحس انها غير يعني غير حقيقيه عشان ترد عليها او الاستفسارات لان ممكن انا ممكن يعني تحفل علينا بعضنا ده حاجه وبرضه مطلوب من سعاده المستشار ان في الاخر اذا كان هناك اضافات من عنده يحب يوصلها لنا اهل الرساله انا شخصيا لي اسئله بس هسيبها لبعدين يعني بعد ما من من نشوف الزمن اللي عاوز يتفضل يفتح المايك ويتكلم احنا تحت امر اسمح لي يا دكتور اقول بس مداخله خفيفه سريعه كده اتفضل يا طبعا يا فندم طبعا يا دكتور احمد اتفضل نحن في البدايه بشكر الدكتور ناصر عبد العال على الايضاحات وما اضافه لي النهارده الحقيقه واعلم تماما ان الدكتور ناصر عبد العال لديه الكثير والكثير عن الصين والثقافه الصينيه وعن ما اتخذته الصين في اولمبياد بكين الشتويه بعد نجاحها في اولمبياد بكين الصيفيه في 2008 وكان الدكتور ناصر احد حضور اولمبياد بكين 2008 وكان لي شرف ايضا ان اكون ضمن الحضور وحضور الافتتاح والختام في اولمبياد بكين 2008 انا في الحقيقه بس بحب اوضح حاجه مهمه جدا ان الصين استفادت استفاده بالغه بما تملكه من بنيه اساسيه كانت قد بنتها في اولمبياد بكين 2008 ولكن استطاعت ان يعني تطور هذه البنيه والاستفاده منها لتقليل المصروفات في تاسيس اولمبياد بكين وخدمه اولمبياد بكين 2022 ايضا اثني على ما قامت به الصين في الحفاظ على البيئه اثناء بناء ما البنيه الاساسيه التي يعني يلعب بها يلعب فيها المشاركون في أولمبيات بكين ويوجد تفاصيل كثيره في هذا الامر ولكن اعتقد ان مستشارنا الثقافي قد يضيف لنا شيئا ما حول هذا الامر تحديدا ومرة أخرى أوجه الشكر لسيادتكم ولجميع السادة الحضور والمشاركين ويعني أشكر طبعا الدكتور ناصر وأرحب بصديقنا المستشار الثقافي الجديد دكتور سامي وأتمنى له التوفيق في مصر إن شاء الله شكرا دكتور صوي شكرا لشكل حضرتك الدكتور أحمد سلام يعني بداية جميلة جدا وإضافة يعني رائعة من معنا دكتور صالحين مين اللي عاوز يعني يعمل المداخلة؟ دكتور صالحين دكتورة كريمة حد يا جماعة الدكتورة دا الأستاذة داليا كانت تقريبا عاوزة تتكلم مش عارف الصوت الخير يا دكتور حد له نعم مين معايا؟ دكتور صالحين مع حضرتك يا دكتور صوت. اه اتفضل يا دكتور سلحيل. الخير آه وشكرا جزيلا لحضرتك وسيد المستشار الثقافي واستاذنا المحاضر آه في آه هذه الامسيه. وسؤالي انا قد طرحته على آه مربع المحادثه آه الشات آه ولا ادري هل يمكن للسيد المستشار الثقافي ان يجيبني عن هذا السؤال ام انه خارج موضوع الندوه. لا بص يا دكتور يا دكتور محمد احنا مش عارفين نقرا الشات بصراحه احنا يا معلقين على الحوار الشات ده بعدين لو انت مش عاوز تعمل حاجه عاوز تبعتها ممكن تبعتها له بعد كده لكن احنا هنا تتكلم بالصوت والصوره معانا اهلا وسهلا يعني اتفضل قول اللي انت عاوز تقوله لان الدكتور ناصر مش فاضي مش هيعرف يبص على على الشات يعني بصراحه وانا كمان انا شايف لك تعليقات اه الحقيقه انا شايف الدكتور صلاحين كاتب تعليق فعلا بس انا ارى انك تشارك يا دكتور صلاحين افضل وتسمعنا صوتك ونسعد بمداخلتك الطيبه ونوجه آه. السؤال للدكتور المستشار الثقافي عن الموقف الرسمي للصين وده الحقيقه ما اعرفش هيبقى في اطار الندوه اتفضل حضرتك اللي حضرتك شايفه لازم تقوله بنفسك يعني شكرا استاذ دكتور ناصر شكرا جزيلا يا, يا دكتور سؤالي. محمد دكتور محمد بص دكتور محمد صراحةً انا شفت البص بتاع حضرتك بص احنا الاسئله بتاعتنا تبقى متعلقه بموضوع الندوة غيرك موضوع الندوه ده ملوش يعني ما ما هوش دخلنا ماشي وانا شفت البوست فعلا بتاع حضرتك ده احنا لنا موضوع بي اللي يتعلق بالندوه الثانيه بقى موضوع ثاني ممكن نرتب له موعد شكرا شكرا جزيلا. رضل. هل هل لك اي استفسارات في موضوع ال لا لا انا استفدت كثيرا استفدت كثيرا مما قاله الاستاذ دكتور ناصر سواء في بالنسبه لعيد الربيع وراس السنه الصينيه او في اولمبياد بكين شاكر جدا واكتسبت كثيرا من المعلومات التي فيها كثير من الفائده والنفع في الحقيقه شكرا لحضرتك طيب حد حاول يعني عاوز يتكلم اتفضلي يا دكتور دكتوره كريم مع حضراتكم طبعا شاكرين للفعاليه الثقافيه اللي بتعقد شهريا في المركز الثقافي الصيني وعلى راسها طبعا الدكتور الصاوي واشكر طبعا الدكتور ناصر على المعلومات القيمه اللي أسرانا بها عن الأولمبيات وعن كيفية احتفالاتهم بأعياد الربيع فشكرا للجميع على هذه الفعالية الرائعة شكرا عفوا يا دكتورة كريمة حد له استفسارات يا جماعة طب أنا على ما تفكرهم أنا ليا برضو عدة كده مداخلات مع الدكتور ناصر أه هم هما عندي ثلاث ثلاث أسئلة أو استفسارات بمعنى أصح أه كي يعني اه ما علاقة أعياد الربيع الصينية عندنا إحنا برضو بنقول عيد الربيع اللي هو شم النسيم إحنا بنقول جنيه شم النسيم اللي هو مقصود عندنا بأعياد الربيع أنا عاوز أنا شخصيا برغم أن أنا مش قادر يعني أفهم إيه العلاقة أو في علاقة لأن إحنا برضو أعياد الربيع عندنا زمان ما أنت قلت إن أعياد الربيع عندهم مرتبطة بالزراعة وال تاج وكده احنا برضو احنا بنقول ايه لما بيجي الربيع بنقول لك الزرع ايه زي ما بيقولوا كده امشير بيقول لي ايه للزرع ايه سير وامشير اعتقد انه ايه من اشهر الربيع صح ولا يعني من اشهر الربيع و... من و... اه شب فبقول شب للزرع شب ايه سير فانت ذكرتني بقى فيها فاعتقد ما. ان في ما. علاقه بين اعياد الربيع بتاعتنا <applause> آه واعيادهم هم هم بيركزوا عليها يعني اعتقد ده هيبقى في علاقه ودي اللي نفهمها يعني هو طبعا اقول آه السؤال طيب اتفضل اتفضل يا فندم لا اتفضل كامل وبعدين فيها بس هو, هو طبعا اعياد آه الربيع آه مش موجوده عند الامه الصينيه او الامه المصريه آه فحسب ولكن هي موجوده في كل الامم كل حسب آه استقباله للربيع والحقيقه ان عيد الربيع الصيني هو عيد راس السنه الصينيه مرتبط ارتباط وثيق بالسنه القمريه واليوم الاول من الشهر الاول للسنه القمريه هو بدايه ظهور يعني تباشير فصل الربيع بعد انقضاء او ان فصل الشتاء يبدا في يلملم اشيائه وتستمر الحياه في دورتها التي رآها الصينيون القدماء من خلال رؤيتهم وقراءتهم للفلك ويمكن ده يرجعني تاني لان ما كملتش المعلومه عن البيضاو الجي بي اس الصيني اللي هم استطاعوا من خلال غزوهم للفضاء وسموا الجي بي اس الصيني بالبيضاو والبيضاو اللي هو مجموعه النجوم اللي هي موجودة في السماء باعتبار الصين بتقع في شمال الكرة الأرضية وده موجود منذ ألاف السنين في الصين والصين من البعد أيضا التربوي إن هي بتحيي ثقافتها وبتحيي المسميات المرتبطة بثقافتها وبتخليها مفروضة وده شيء جميل جدا أنا بعتبره شيء عظيم جدا على مستوى العالم من يعرف بيضو ولماذا بيضو كلمة بيضو دي كلمة صينية لا يعلمها إلا الصينيين فقط ومع ذلك سوف يصبح في المستقبل اسم معروف على مستوى العالم لأن هو هيسير عليه كل الناس في الكرة الأرضية في انتقالاتهم من خلال المواصلات ومن خلال خطوط الطيران العالمية ومن خلال الملاحة البحرية كل كل ده الصين بتجيبه وبتقول بتعرفه للعالم دي حاجة أنا حبيت أرجع لها ولكن العيد الربيع الحقيقه مرتبط بالمواسم الزراعيه ونحن ايضا لو رجعنا لثقافتنا القديمه الفرعونيه والقبطيه بالذات هنلاقي ايضا بنسير في التقويم الزراعي او بيسموه التقويم الشمسي ايضا ان ان الشهور زي طوبه وانشير وبرموده ومرموهات وكل ديت شهور المتعلقه بالمواسم الزراعيه لان هي ايضا الاعياد في الصين متعلقه بالمواسم الزراعيه وبالتالي مرتبطه بالمناخ ومرتبطه بالمواسم الزرع والبذر البذور في الارض والحرس ثم الحصاد فهناك ارتباط بيننا وبينهم واعتقد بكل امه من الامم اللي بنت حضارتها على ضفاف الانهار وأعتقد إن كانت الحضارات القديمة معروفة إذا كانت في الصين في مصر قبل كل الأمم لأننا بنعتبر مصر هي على رأس نادي الحضارات القديمة بحكم التاريخ القديم اللي امتد 7000 سنة ثم الصين والهند وحضارة بابل اللي هي ارض العراق ارض الهلال الخصيب وغيرها الحقيقه ده, نابع من المجتمعات الزراعيه اللي هي مرتبطه بهذا الارتباط ولكن عيد شم النسيم عندنا بيبقى في شهر ابريل ومرتبط الحقيقه بعيد بعث الحياه من جديد او بيسموه الاستر في الديانه المسيحيه و ياتي في شهر الربيع شهر الربيع بيكون جاهد. لان عارفين ان الشهر الربيع عندنا في بلادنا بيبقى في بدايات مارس ثم ابريل ومايو ثلاث شهور لان فصول السنه عندنا واضحه جدا ولكن لا علاقه ب ولكن هو يسمى بالربيع لكونه ياتي في فصل الربيع اما شم النسيم فهي عاده مصريه قديمه و ولكن هي مرتبطة أيضا بالعيد الإستر في الديانة المسيحية على حسب معلوماتي المتواضعة في هذا المقام يعني. أه السؤال الثاني يا دكتور ناصر عشان بس هي سنة. أه أه ما علاقة أثر فلسفة أو هل هناك علاقة بين فلسفة كونفوشيوس في برضه عملية التربية والثقافة وأعياد الربيع أو عيد الربيع طبعا الصيني. طبعا يا لأن اللي السؤال اللي... ده أنا أقول حل... السؤال ده فيه أه طالبه هنا عامله بتعمل ماجستير في كونفوشيوس القيم الاخلاقيه عند كونفوشيوس فهي مكشوفه تسال فانا بسال مكانها بقى بصراحه هو مش السؤال بتاعي هو <applause> في حد <applause> كاتب البعد الاخلاقي هو في حد آه. كاتب عن البعد الاخلاقي الحقيقه ان آه. الفلسفه الكونفوشيوسيه او مذهب كونفوشيوس هو هو مذهب اخلاقي في المقام الاول ولو قرانا في كنوز الثقافه الصينيه والفلسفه الصينيه انها كلها بتدعو الى الاخلاق انها كلها بتدعو الى الاخلاق الحميده ايضا مش بس كلمه الاخلاق الاخلاق الحميده ويمكن تربيه الابناء في الصين منذ الصغر لو تابعتم انتم واعتقد أنكم كنتم متابعين للحياة في الصين مش بس هي قصيرة على الدارسين للثقافة أو اللغة الصينية باتت الآن الحياة في الصين مفتوحة على بسبب الطفرة الهائلة التي أنعم الله بها علينا ونجح سكان المعمورة في أنهم هم يحققوا طفرة هائلة في وسائل الاتصال عبر الانترنت وبالتالي أستطيع زي ما قلت لكم قبل قليل المترجم الأمم أن أصبح هناك برامج في الترجمة تخليك تعيش الحضارة الصينية دون معلم ممكن أنت بذاتك تبحث وتترجم وتعرف وتتعرف على الحضارة الصينية تلاقي دايما الـ 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 الرسائل لأن الصين عملت لنفسها اكثر من وسيله تواصل اجتماعي وموجوده ومسموح بها ليس للمجتمع الصيني فحسب ولكن مسموح بها ايضا لكل سكان الارض ان هم يشاركوا الصينيين ثقافتهم ويشاركوا الصينيين وسائل التواصل الاجتماعي الصينيه لان الفيسبوك هو هو مش وسيله صينيه في الحقيقه ولكن هو متاح للعالم كله ولكن الصين عندها ما يقابل الفيسبوك برضه ومفتوح لكل الناس في العالم ان هم يقدروا يستخدموه من خلال الفيسبوك تستطيع ان تتعرف على اخلاق الصينيين الاخلاق في الصين وهي تربيه الابناء على بر الوالدين لان الحب كلمه اي في اللغه الصينيه هي المدار اللي بيدور عليه كل الفكر والثقافة الصينية هو حبك حبك لبلدك حبك لنفسك حبك للآخر التعاون مع الآخر هتلاقي المروءة والحب والبر يعني فلسفة كونفوشيوس قائمة على رمز واحد اسمه البر على كلمة البر البر بكل معانيه البر هو عمل الخير وفعل الخير وحب الخير لكل الناس لكل البشريه لكل البشر فكونفوشيوس الحقيقه مدرسه او المدرسه الكونفوشيوسيه بتدعو الى البر تدعو الى المحبه يعني كونفوشيوس هو الذي قال ما لا ترضاه لنفسك لا تحمله على غيرك وهذه مقوله مشهوره جدا في الادبيات الفلسفيه والادبيه التي يعني يتناولها الكثير من سكان الارض ويمكن في ثقافتنا الاسلاميه حب لاخيك ما تحب لنفسك هذه موجوده ايضا ويمكن تاريخ كونفوشيا السابق على تاريخ الاسلام في بلاد العرب بحوالي 500 سنه وبالتالي الامه الصينيه من منذ زمن قديم بتدعو الى الاخلاق ويمكن مدار اللي تقوم عليه الثقافه الصينيه في مجملها هي دعوه الى الاخلاق وان الانسان بدون اخلاق يعني لا يساوي شيء هذا ما استطيع ان يعني اضيفه اي برضه يا دكتور في سؤال هنا في بعض انا نقله من على هنا مش عارف ايه منقول من هنا ما هي الطقوس التي يفعلها الصينيين قبل اعياد الربيع؟ ايه الطقوس اللي بيعملوها؟ اه دي بس دي, من سريع. دي من الملامح اللي, اللي لازم الناس تبقى عارفاها ان زي ما قلنا كده هو زي عندنا بالظبط في الاعياد قبل العيد بفتره بيبدا المجتمع الصيني لابد من لان هو جزء اساسي من ثقافه فلسفه عيد الربيع هو طرد الارواح الشريره طرد الارواح الشريره من البيت من المكان اللي انا عايش فيه من مكان العمل بتاعي وبالتالي انا هو بتخلص من القديم وابدا استقبل العام الجديد بكل ما ياتي به من خير وبركه وبالتالي كان لازم ان انا استعد استقبل العام الجديد بعمليه نظافه النظافه اليوميه اللي هي بتيجي بقى اذا كنت في نظافه يوميه احنا متعودين عليها ولكن انتم عارفين الناس في الاعياد زي ما تكون بتقلب البيت كده وتحاول تغسل الحيطان وتغسل الارض وتغسل كل الفرش و و و وتستعد بالنظافه ودي حاجات بتتعمل في الطقوس الصينيه القديمه وفي البيوت الصينيه القديمه الى الان لابد من مراسم وطقوس الاستقبال العام الجديد. الصين الامه الصينيه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في ديانتنا تهادوا تحابوا الامه الصينيه الامه الصينيه اسس من اساسياتها في التعامل هي الاهداءات ان هي تهادوا تحابوا بتقول نفس المنطق وبتحققه وبتستعد لي بتجهيز واعداد هدايا العيد وهدايا العيد لازم يكون لها طقوسها ولازم تقدم بشكل راقي للي هتتقدم له ولازم كل الاسر تتبادل الهدايا وخصوصا الاقرباء والتزاور التزاور مهم جدا وحجز مواعيد السفر قبل العيد لزياره وتقسيم الوقت اليوم الاول هيبقى مع الاهل ليله العيد لازم مع الاسره اليوم الاول اليوم الثاني مع الاصدقاء وزملاء الدراسه واصدقاء العمل اليوم الثالث مع الاصدقاء المقربين اليوم وهكذا كل كل يوم قبل وبعد العيد له ترتيباته اللي بتبقى في مجملها استعداد لتجميل وتجميل للعيد لطرد الارواح الشريره ايضا جزء مهم جدا انا ما قلتوش ان لازم يبقى فيه الالعاب الناريه هي الألعاب الناريه اصبحت الان سمه من سمات الاحتفالات والبهجه في المناسبات وفي الاحتفالات وفي الاعياد ولكن هي في الاصل لها معنى ولها مغزى في الثقافه الصينيه وفي العيد الربيع بالذات ان هي ان بتطرد الارواح الشريره وبتستقبل العام الجديد عام خير ومباركه وسلام شكرا طبعا هو في حاجات كثيره اسئله بالسنه يا في هي نقطه بقى انا مش انا هجاوب على نص منها وانت تجاوب على الباقي في بيسالهم يعني آية الشباب اللي هو بيتعلم اللغه الصينيه والثقافه الصينيه في شباب اللي هو بيتعلم اللغه الصينيه والناس تانية اللي عاوزه كتب ايه صينيه يعني مراجع صينيه يعرف الثقافه انا هجاوب على جزء منها جزء منها والباقي لحضرتك بالنسبه للشباب للكتب والمراجع في فعلا حركه ترجمه حلوه جدا من الصينيه الى العربيه في مؤسسة بيت الحكمة اللي هي في شا في وسط البلد عاملة كتب كتير جدا جدا وفيها الكتب ديت عن الثقافة المصرية الصينية اللي عاوز منها باللغة العربية أيضا دار المعارف أنا كنت مساهم في في دار المعارف بترجمة أو نشر حوالي ثمان كتب أو سبع كتب عن الثقافة الإسلامية الصينية ومنهم كتابها النقش إن شاء الله قريبا جدا اللي هو كيف عالجت الصين الفقر ده من الكتب برضو الحلوة جدا وترجمت دي ان شاء الله هيكون حلقه ندوه لنا في في المستقبل والمترجمه اللي ترجمه الدكتور الاستاذ حسين اسماعيل ده يعني ان شاء الله هيعرض لنا برضه فالمراجع موجوده للي اما بقى بالنسبه لتعلم لتعليم اللغه الصينيه انا ما اعرفش الدكتور ناصر اعتقد ان هو ايه يعني تديله نصيحه برضه لان اللي معظم معانا شباب وعاوز يتعلم اللغه العربيه. اتفضل اللغه الصينيه اللغه الصينيه حقيقه انا حق. انا ما اعتقدش ان في حد لسه بيسال عن ازاي يتعلم اللغه الصينيه او ازاي اتعلم يعني الثقافه الصينيه مراجع على المراجع مراجع ما, ما فيش يعني انا برد بقول لك كده لان اصبحت من اللغات المتاحه الان وبقوه لانك تتعلمها عبر الانترنت مجانا والامه الصينيه الحقيقه او من الامم العظيمه في نشر ثقافتها وانا علقت كثير عن هذا الامر وده بعد مهم جدا هنجد ان الجامعات الصينيه في نادي اسمه نادي او جسر نادي جسر اللغه الصينيه نادي جسر اللغه الصينيه. والحقيقه انا بقترح من خلال هذه المنصه على المستشار الثقافي الجديد السيد سامي يانجون خاو ان يعني يعني يدعم مزيد من الدعم للمركز الثقافي الصيني في تدريس اللغه الصينيه ان تكون المحاضرات الاونلاين مفتوحه لكل الناس اللي هم جداد على اللغه، مش بس اللي بيدرسوا اللغه الصينيه في الجامعات المصريه وانا عارف ان انتم مفتوحه الدراسه في الدورات الدراسيه داخل المركز الثقافي الصيني لمن يرغب في دراسه اللغه الصينيه ولكن علينا ان نوجه خطابات رسميه لكل الجمعيات الاهليه داخل مصر الجمعيات الاهليه التي تقدم خدمات للمجتمع لمن يرغب في دراسه اللغه الصينيه، زي جمعيه الصداقه المصريه الصينيه، زي كل الجمعيات الاهليه التي ترغب في دراسه اللغه الصينيه وتقديم دورات اونلاين بمواعيد بمواعيد تتناسب مع وقت الدارسين للتعرف على اللغه والثقافه الصينيه، لا نقصد فقط من خلالها دراسه اللغه الصينيه كتابة وقراءة ونحوا وصرفا وهكذا ولكن نود حتى ولو نتعرف على الثقافة الصينية وملامح المجتمع الصيني من خلال هذه الدورات وأن تكون هذه الدورات مدتها قصيرة لا تمتد إلى شهر أو ثلاثة أو شهور ولكن قد يكون عشرين يوم خمستاشر يوم المهم في كل مرة نتعرف على ما هو داخل المجتمع الصيني على حياة الأسرة داخل الصين هذا جانب الجانب الآخر للتعرف على المراجع المراجع لو تزورونا في كلية الألسن جامعة عين شمس والحقيقة أصبح في مصر حوالي 20 إلى 30 مركز أو قسم علمي حكومي في جامعات مصرية فضلا عن المراكز القطاع الخاص الخاصة المنتشرة في ربوع الوطن الآن لتدريس اللغة والثقافة الصينية ولكن يبقى دائما الكثير الذي يستطيع أن نقدمه من خلال الحكومه الصينيه ايضا عبر وسائل الانترنت لتدريس الثقافه والعلوم الصينيه، الحقيقه قبل ايام انتهيت من دوره لعدد 170 طالب مصري يدرسون دوره لمده اسبوع، دوره دراسيه لمده اسبوع، يقدم فيها الطالب المصري ملامح عن الثقافه المصريه، عن الاطعمه المصريه، ويقدم فيها الطالب الاجنبي ايضا الجانب الصيني ملامح عن الثقافه الصينية هذا التبادل الحقيقة سيخلق جو من الأخوة والصداقة والمودة والمحبة بين الشباب المصري والشباب الصيني ممكن. في إضافة برضو للدكتور ناصر بالنسبة للكتب والمراجعة للثقافة المركز الثقافي في شارع ابن بطوطة هنا في الهرم فيه مكتبه سريه جدا بس هو صحيح الايام ديت مغلقه صحيح لكن المكتبه ان شاء الله عندما تفتح في مكتبه سريه جدا جدا عن الثقافه الصينيه باللغه الصينيه فان شاء الله لما يعني تنفتح تزاح الازمه هيكون المركز مفتوح للمراجع الكتب والتعلم اللغه الصينيه ويمكن اللي كنت اللي حضرتك الطلب ده يا دكتور ناصر انا كنت بتكلم مع المستشار فيه من حوالي اسبوعين اسبوع او اسبوعين بقول له احنا عاوزين نخرج من المركز لبره للناس آه. عشان ايه آه. يعني وفي جامعات كمان كانت طالبه مني هذا هزل... انها برضه يت... من عندهم دورات لتعليم اللغه الصينيه لان في رغبه كبيره جدا من الجمهور نعم. العادي تفاكر يا دكتور ناصر 2005 ما كانش فيه او 2004 ما كانش فيه الا قسم اللغه الصينيه بجامعه الايه عين شمس نعم. نعم. احنا كنا ثاني احنا والقاهره ثاني قس اقسام تفتح اللغه الصينيه فان شاء ما شاء الله زي ما حضرتك بتقول بقى في اكثر يعني يمكن عندنا حوالي تقريبا اكثر من 15 جامعه تدرس اللغه ايه؟ الصينيه حكوميه فقط لا <applause> حكوميه فقط اه وفي خاصه كمان وفي مراكز ما شاء الله في خاصه الله. وفي كتير اه, آه برضه في اضافه برضه انا بتكلم برضه مع السياده المستشار ويا ريت ده يبقى مع يعني مهم جدا في مع الكليات السياحه ومعاهد السياحه محتاجين لمعرفه اللغه الصينيه عشان تنشيط الحركه السياحيه بين مصر والصين دي مهمه جدا يعني برضو لمعرفه يعني لان في رغبه شديده جدا من الجمهور المصري لمعرفه الثقافه الصينيه كما انا عارف الرغبه موجوده عند الصينيين من زمان بدليل ان عندهم تقريبا حوالي 100 جامعه بتدرس اللغه العربيه دكتور نصر او اكثر أقل شوية <applause> شوي. أقل ولا أكثر؟ لا ما حوالي 45 ل 50 جامعة أه لا لا ده زاد يا ريس لا ده أنا, أنا, أنا أعرف ده أنا أنا أعرف, أعرف حوالي أعلم. أنا أعرف منهم حوالي 40 واحدة عندي أسماء <applause> أنت أعلم أنت أعلم <applause> لا هو فيه أصلهم بيتواصلوا معايا يعني نعم نعم طب كويس عايزين بقى عدد كبير من المدرسين الصينيين اللي اللغة العربية أيضا إن شاء الله أه بكل لوحدها فيها نا. تقريبا يمكن سبعة 8 جامعات يعني ما شاء, بير... ما شاء آه. الله ف... ما شاء الله فدي لا دي وهي اللغه هي مفت... هي جسر التواصل طبيعي اللغة نا. والثقافة انا بسميهم القوى الناعمه ويمكن ده من احنا يعني معلش يب... طبعا بعتذر لان في ناس كتير حاولت تدخل ما طبعا بيبقى الاول مره بيدخل والنت بيقطع والشبكه وحشه انا نا. عندي رسائل كتير على الموبايل بيشتكوا مش عارفين يدخلوا فان شاء الله يعني هن, هن هنشوف نحل لها ازاي الشبكه بتبقى مالها يعني ديت هنترك الكلمه دلوقتي حد من الزملاء عاوز يتكلم طيب هنترك الكلمه أغزة. نعم لا أه معلش يا دكتور انا طالب سينا عايزك طبعا يعني حضرتك قبل شويه اتكلمت أه عن قوه نعمه وانا كنت بشارك اول منطقه لطلاب الوافدين في جامعه المنصوره تمام وكان بيودينا دكتور محمد عرابي وزير الخارجيه المصريه الاسبق يودينا قوة ناعمه مصريه كاحد ادوات السياسيه في المعامله ال... مع الدول الاخرى في مصر فانا كنت عايز يعني اسال حضرتك ايه, إيه... عشان موضوعنا النهارده هو الصين في عيون المصريين تمام انا عايز اسال حضرتك اللي عشان جوه النعمة الصينيه في انا شايف انا عشت من ثلاث سنين وانا شايف الناس كلهم لما بمشي في الشارع اول ما يشوف ده واحد اسيوي هيسالني اول اول كلمه يطلع من بقه هيسالني انت فلبيني اندونيسي ماليزي او ياباني او كوري اخر حاجه هو هيطلع صيني بقى يعني فعلا نكون الصينية في عيني في مصر او في بره الصين هي هي ضعيفة وعايزة افهم يعني منكم ايه رأيكم عن النظرية دي وطبعا يعني نصايحكم لينا وازاي يعني نحسن هذه الحالة او آه يعني آه نقوي او نخلي الصوره الصيني آه احسن او اكثر انتشار في مصر او حتى في العالم كله وطبعا شو آه شو حضرتك الشضر. بس عاوزين نتعرف بحضرتك ما اسمك العربي ابراهيم 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 انت قريب قاسم مش كده قاسم <applause> <applause> لا لا <تصفيق> <صحيح> آه انا استاذ قاسم إحنا تعرفنا قبل كده تقريبا يعني صوتك مش غريب عليا طيب اه أنا هترك طبعا الكلمة للدكتور ناصر ولساته بس في حاجة أقول لك يا ال أنت بتقول القوى الناعمة في مصر بالنسبة للصينيين ضعيفة لا كانت ضعيفة من عشرين سنة أه أنا اقولك لك أه الكلام اللي أنت قلته لكن دلوقتي القوى الناعمه انا اشعر انها مشا... يعني اقوى من اللي انت قلتهم من الفلبينيين والهنود ودول ومتواجدين انت روح العاصمه الجديده شوف الصينيين منتشرين في تيدا في العين السخنه الصينيين منتشرين في القاهره <applause> القاهره الجديده معظمهم الشباب الصينيين دلوقتي موجود وبقبول كان زمان كان فيه ممكن يبقى فيه حزازية يمكن كده يعني زي ما احنا برضو كنا واخدين موقف من الصين انا اول مرة اقول لك على حاجة الدكتور ناصر شاهد عليها كنا اول مرة اروح الصين كنا واخدين اكل معانا وعشان مش هناكل الاكل الصيني ودكتور <applause> ناصر قعدنا دكتور ناصر جه على غداء او عشاء فرفضنا <applause> ليه؟ لا لا ناكل الاكل الصيني فقال <applause> لا تعال ودخلنا مطعم في جامعة اللغات والثقافة ببكين كان بصراحة احنا الـ الـ هنا بقى عدم الثقافة ان احنا مش عارفين فكنا واخدين موقف ايه؟ ان احنا ما نأكلش لكن لما عرفنا بقى وورنا وخدنا اكتر من مطعم بعدها خلاص عرفنا احنا لا يعني منين وكده. أترك برضه آه. للدكتور ناصر يتكلم وسعادة المستشار برضه يبقى له رد لأن ده سؤال مهم جدا. اتفضل يا دكتور آه. ناصر. فضل، نعم فضل. نعم شكرا للزميل ابراهيم من الصين هو دارس للغة العربية في مصر الحقيقة القوى الناعمة الصينية أو الصورة الذهنية كما نقول هل أثرت القوى الناعمة الصينية في تغيير الصورة الذهنية عن الصين في العالم الصورة الذهنية في العقل الجمعي العربي يمكن تكون اليابان يمكن تكون كوريا الجنوبية بالذات يمكن بعض دول شرق وجنوب شرق آسيا في فترة زمنية معينة في مصر كما أشار الدكتور الصوي كانت سابقة للتواجد الصيني وبقت في العقل الجمعي المصري عموما صورة بينكم الوجه الصيني أو الوجه الأسيوي في مخيلتنا فتجد دائما أن السؤال الأول يبدأ هل أنت ياباني هل أنت كوري هل أنت فلبيني هل أنت إندونيسي لأن الأعداد الكثيرة لو تعلم صديقي الدارسين الإندونيسيين والماليزيين للعلوم المختلفة وليست العلوم الإسلامية ليست العلوم الإسلامية في الأزهر فقط والقانتين لمدينة البعوث الإسلامية في الأزهر فقط ولكن أقصد الدارسين من هذه الدول في كل التخصصات العلمية في الجامعات المصرية كثر الحقيقة وبالتالي المفهوم اللي احنا اعتدناه منذ زمن قد يكون قبل خمس عقود ان هؤلاء الدارسين من الدول التي قلت زي ماليزيا واندونيسيا والفلبين وغيرها هم من الدارسين الاجانب للعلوم المختلفه في في مصر ولكن الان وعندما نتحدث عن القوى الناعمه فإن المسؤولية في المقام الأول ليست على الجانب المصري. تأثير القوى الناعمة الصينية في التعريف بالصين وبالثقافة الصينية ليست مسؤولية الجانب المصري في المقام الأول، ولكنها مسؤولية الجانب الصيني في المقام الأول. وقد أشرت في أكثر من لقاء إلى الترويج والتعريف بالثقافه الصينيه لا يقتصر على الصالونات الثقافيه فحسب وقبل سبع سنوات من الان اشرت الى وفد صيني حكومي ان يتم الاستفاده من الماكينه الاعلاميه للتعريف بالصين والحمد لله قد حدث واصبحت الصين من خلال قنوات سي جي تي ان العربية الصينية، قناة العربية الصينية سي جي تي ان استطاعت أن تقدم الصين من خلال برامج مختلفة وبخاصة البرامج الثقافية، البرامج الثقافية، المسلسلات التلفزيونية الاجتماعية التي تتناول قضايا اجتماعية صينية. الماكينة الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة عبر عبر الإنترنت، مجلة الصين اليوم الصادره باللغه العربيه وغيرها واذاعه الصين الدوليه كثير من القنوات الحقيقه باتت تمثل ماكينه اعلاميه صينيه للتعريف بالصين وبالثقافه الصينيه وربما ان الثقافه الغربيه المنتشره في ربوع العالم العربي قد سبقت الصين ب يعني عقود طويله ولكن الصين بدأت وبنجاح في التعريف بثقافتها من خلال البرامج العربيه على القنوات التلفزيونيه الصينيه الموجهه للمنطقه العربيه، ولا بد من التركيز على على الماكينه الاعلاميه فضلا عن الانتشار الثقافي من خلال ما يقدمه المركز الثقافي الصيني بالقاهره. وهذه مهمة صعبة الحقيقة كان الله يفعل الجميع إنما مع الوقت أعتقد أن جموع المجتمع المصري الآن باتوا يعرفون جيدا من هي الصين وما هي الصين ومن هم الصينيون ويمكن الإنجازات الهائلة التي حققتها الصين في العقود الأربع الماضية وضعت الصين في مصاف الدول الكبرى على مستوى العالم وبالتالي بقدر قوه الصين بقدر معرفه الناس بالصين ومستمرين معكم يدا بيد للتعريف اكثر واكثر بالصين وان شاء الله يمكن يوم بعد يوم يقابلك المصريين ويقول لك انت الصيني ان شاء الله قبل ما يذكروا اسم الدول شكرا لحضرتك شكرا شكرا على فكره يا ابراهيم الصوره هو اللي انت قلته قد يكون ما بعض الناس او الفعل ان الشبه احنا ما بنقدرش انا شخصيا احنا ما بنقدرش نميز برضه بين يعني الماليزيين والأندونيسيين بشبه بعض التشابه والصوره دي برضو الصعايده عندنا او السودانيين ما اقدرش اميزهم عن ال عندنا آه. اللي قبلي عمليه الشبه دي مش مش قضيه لكن انا بتكلم <applause> عن التعامل انت دلوقتي ما شاء الله عليك يعني محبوب في مصر دلوقتي الله شكرا آه شكرا انا شكرا. انا اخر بقى تعليق هيبقى من المساعدة المستشار بقى استاذ آه سامي دكتور سامي يكلمني يعني آه لو في اضافه هيقولها او في ردود يا ريت يعني هنديك كده دقيقتين اتفضل <applause> ونختم بقى بعد هذا تفضل سعاده المستشار اي أيوة اتفضل السلام عليكم. السلام عليكم اولا يعني اسمحوا لي اعبر عن شكر خالص لاستاذ الدكتور ناصر عبد علي وحضرتكم متوفرة بالمعلومات كثير كثير يعني بصراحة ربما يعني أكثر من <applause> معلوماتكم حول الصين وأولمبياد وحول الثقافة الصين يعني آآ آآ أكثر مني يعني كثير شكرا جزيلا على محاضرتكم يعني على حلوة وكمان هنا نشكركم شكرا جزيلا لدكتور ساوي على مؤسس الندوة شكرا على تنظيمكم وترتيبكم وتتيح لي الفرصة الجميلة لي ايضا لاستفيد من المحاضره ايضا آه وكمان آه المهم شيء يعني آه اشكركم آه شكرا جزيلا لجميع الساده الحضور وكمان يعني آه بفضل مشاركتكم وبفضل اقتراحات واقتراحات اقتراحاتكم يعني آه و إحنا كالمركز الثقافي وكالسفارة إحنا مستعدين لنتعامل مع يعني كل الجهات المعنية المصرية يعني المؤسسات الثقافية والعلمية والجامعات لنتعاون نستعد لنتعاون ونتواصل في التعاون يعني لكي تعزيز التفاهم والتعارف ما بين الشعبين المصريين المصرية الصينية ولتعزيز يعني الصداقة الحميمة ما بين الشعبين شكرا جزيلا شكرا, شكرا شكرا معالي المستشار وشكرا للجميع الحضور ولي من الزملاء من المشاركين معانا ان اي حد له عنده فكره موضوع ندوه مهمه عاوز يعرف ايه عن الصين يبعت لي على الخاص بعد الندوه واحنا بنعرضها على ساعات او له افكار او عاوز اي انشطه يريد ان من اي انشطه ثقافيه توثق العلاقات اعتقد ان المركز مهتم بهذا الامر والسفاره ولا نبخل على احد بس طبعا حسب الراي يعني حسب لما بنلاقي الرغبه الكبيره ملحه حول الموضوع ده بيتنفذ لان طبعا هم يعني السفاره موجوده هنا والمساعدة المستشار موجود لتلبيه احتياجات المواطن المصري في التواصل الثقافي او الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي في في جهاز اقتصادي او تجاري موجود في كل مجال في كل مستشار وهو خاص بالعلاقه بده فاي فكره في اي فكره يعني في اي فكره تريدونها ارسلوا لي وانها هعرضها على سعاده المستشار وان شاء الله تنفذ واتمنى لو حد برضه له الرغبه انه يكون متحدث راح ذهب الى الصين وعاش في الصين زي ارسينيا دكتور ارسينيا عندنا وفي كتير جدا عاشوا في الصين عاوزينهم برضه يحكمنا رايتهم في الصين او روايتهم او حكايتهم في الصين او رؤيتهم عن الصين ونقولها للمصري اوكي شاكرين جدا لكم واكرر شكري لسمعالي المستشار والاستاذ فادي اللي كنا عاوزينه يعني برضه بكلمه كده حلوه لان هو مختفي هو بيدير كل حاجه الجند المجهول استاذ فادي منسق هذه الندوه ومديرها من الخلف فشكرا له وشكرا لكل المركز الثقافي والسفاره الصينيه على اتاحه هذه الفرصه للتعاون والتبادل بيننا جميعا ونلتقي ان شاء الله الشهر القادم. شكرا شكرا جزيلا عفوا شكرا شكرا جزيلا للجميع الله يخليك شكرا احنا شاكرين لكم وشكرا لكل الحضور ونطق. شكرا عفوا شكرا دكتور صاوي وشكرا مستشار الثقافي وان شاء الله بقيه الاسئله انا موجود يعني وتحت امركم في اي حاجه ان شاء الله هاي توفيق دائما ان شاء الله موفقين يا الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يسلمك شكرا الله يسلمك الله يسلمك مع السلامة. مع السلامة يا دكتور الله سترك يا سترك شارع. 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 مع السلامة يا <applause> دكتور مع السلامة مع السلامة إن شاء الله نلتقي شكرا نلتقي نعم نعم أتمنى بقى إن شاء الله نلتقي فيس تو فيس في المركز المركز شا... أتمنى ذلك أيضا نعم سندرات أه بهذا الموضوع في, في المركز القاعة كانت لا تكفي بس أنا عارف في مشكلة كل كثير من ال من التعليقات مش عارفين يدخلهم الفيس برضو عندنا او استخدامنا للزوم عندنا كثير مننا يعني انا ولاد اللي بيساعدوني بصراحه مش انا برضه توفيق ان شاء الله حلوة شكرا جزيلا يا دكتور يا دكتور ساني. شكرا لحضرتك دكتور سامي شكرا 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 شكر لكم جميعا في الوقت القريب وفي المركز الثقافي الصيني ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة شكرا شكرا لكم جميعا شكرا يا دكتور نعم احنا حضرنا من مين معايا؟ طب ما يا زهراء طب ما 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 كلمتوش معايا ليه ما ما كانش لكم اسئله ولا ايه؟ لا ما احنا بنسمع بقى وبنستفيد وخلاص طب هنقول ايه؟ لا اسالوا يا اولاد بص انا مع، احنا عاملينها مش بس محاضره هي مش محاضره هي حوار وندوه يعني انا بسعد باللي بيسال الندوة حاجات جميله وجديده قوي طب ايه رايكم؟ ايه رايكم في الندوه؟ جميله وفيها معلومات لا. كتير وجديده طيب كويس جدا يعني اتمنى بقى ان شاء الله احنا عندنا كل شهر ندوه وعلى فكره لما بناء على رغبه الناس اللي عاوز يعرف معلومات يقول واحنا بن بنحدد موضوع الندوه رغبه بناء على رغبه الجمهور باذن الله شكرا سياده العميد الف شكر الله يخليك الدكتور ابراهيم الاستاذ ابراهيم ما اه مع حضرتك ابراهيم من المانو اه طيب أه 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 آه ماشي حبيبي شاكرين من اهل عمان يا يعني الف شكر الله الف شكر الثقافه والله جديده علينا و... واحنا ما كناش نتوقع ان الثقافه الصينيه بالقدر الهائل ده يعني صراحه ما كناش عندنا فكره يعني بفضل حضرتك اديتنا الفرصه ديت ان احنا نتابع الثقافه الصينيه وال... والتوائم اللي ما بين مصر والصين في على مدار العصور يا ابراهيم يا ابراهيم ده انت كويس ده انت ده انت ده انت جيل معلوماتكم كويسه يعني بتحب... انا 2005 كنت يعني عندي رفض للصين كانت فكرتي سيئه جدا جدا عن الصين كانت فكره وده اللي خلاني يعني آه ما بقوله ما بعد اللي اللي ايه اللي خلاني اهتم لان كانت فكرتي عن الصين مختلفه خالص خالص كانت سيئه وحشه قوي قوي وكنت رافض اروح الصين ولما رحت وشفت الحاجات ديت يعني عجبتنا الصين بصراحه، كان الدكتور ناصر ده المستقبل ليا هناك والسفير وعملوا معايا شغل حلو، اتعرفت بالصين، لما عرفتها لقيتها فعلا شعب طيب جدا جدا على فكره يعني. و... شعب خلوق وبنقدر نتعامل معاه دكتور يعني انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في بعض الزملاء عندي وقد يكون انا ندمت على الخطوه ديت درسوا الدراسه الصينيه ولما هم دخلوا في سنه 2000 الجامعه ودرس اللغه كنا بنقول لهم رايحين فين وبتعملوا ايه والايه اللغه اللي هتاخدوها لكن واضح ان هم كان اختيارهم صواب وهم دلوقتي ما شاء الله عليهم عادوا في مكان احسن بكتير يعني لا كتير لا هو يعني الصين دلوقتي هي لعلمك هقول لك حاجه انا كاتب كتاب ان شاء الله يطلع معالم الصين او الانسان الصيني الشرق اسيوي كله مش بس الصيني لا الاندونيسي الماليزي الصيني الهندي باكستاني دولة شعوب عندها مت... يعني عندنا مشت... عم... عوامل مشتركه كتير جدا جدا وتحب الخير وما عندهاش صوره العداء زي الغرب. يعني ما عندناش حديه العداء زي الغرب، الغرب اوروبا آه يعني وعندهم صريحين يعني لو الصيني او اليهو او الماليزي زعلان منك بيقول لك. لكن ال... تروح لل... للاوروبي يستقبلك استقبال حلو يديك طعنه من وراك، ده حقيقه يعني انا شفتها وعشتها. لا هم شعب فعلا يعني حلو وان شاء الله هيكون لنا احنا يعني دور في ان احنا ننمي العلاقات معنا الشرق لان هو احنا الشرق هو المستقبل بتاع مصر ومصر هي مستقبل الشرق على فكره وهم مهتمين بينا اكثر ما احنا مهتمين بهم كمان. وربنا ان شاء الله يوسع باذن الله ونشكركم جميعا ونلتقي بالشكر. على خير ان شاء الله. حد له اي استفسارات؟ شكرا استاذ شكرا جزيلا وانا كل الشكر لكم كلكم يا حبيبي شكرا